السراي الكبير للترحيب بغبطة البطريرك اللي له مكانة ومرجعية عنا جميعا، خصوصا في هالظروف الوطنية اللي عم نواجه فيها استحقاقات عديدة، وأبرزها مثل ما بتعرفوا استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. طبعا كانت مناسبة أولا للترحيب بغبطته وللتداول معه في كافة الأمور، وبقدر أقول إنه الآراء كانت متطابقة على مستوى حرصنا إلى كل ما يعزز الوطن وإلى كل ما يعزز إعادة نهوض الوطن إلى ما يحتاجه من تضافر جهود كل القوى وكل المرجعيات. فأهلا وسهلا بغبطته، مرحب به بالسراي الكبير، مرحب به عند صديق خاص له على مستوى الشخصي وعند رئاسة الوزارة، وهو بطركنا جميعا وليس بطرك المواطن فقط، وببعده وبمواقفه الوطنية اللي بنحرص على التمسك فيها وعلى إعطاء كل ما تحتاج من تواصل ومن دعم. فأهلا وسهلا بغبطة. شكرا دكتور الرئيس. أنا بالحقيقة كمان بحيي كل الإعلاميين وأقول إنه هالزيارة كان لها ثلاث أهداف. الهدف الأول هو إنه نهني دكتور الرئيس بعمله بالحكومة، وكان شرفنا بزيارة إلى بكركي، ونحن واجب علينا نرد الزيارة، بس مش من حيث الشكليات، ولكن لأنه مثل ما تفضل وقال في صداقة قديمة بتجمعنا شخصيا وثقة كبيرة ومحبة بالقلب كتير كبيرة. لكن أنا حبيت أنه نعمل زيارة بقصر الحكومة حتى نقول له شكرا على كل هالحياة الجديدة اللي انطلق فيها مع الحكومة ومع كل هالتعيينات، مع كل ملء هالشواغر. ولكن حبيت أقول له كمان شكرا لأنك عم بتعلمنا الصبر، وأنه لما الصبر هو مفتاح الفرج. كل هالأشهر هاللي فيها كان صابر على الأمور، نحن كلنا بحاجة لإلا. معروفة بلبنان كيف مكون، ومعروف كيف اجتماعه وكيف مجتمعه، لذلك ما في يعيش بردات الفعل، حلو يعيش واحد بصبر وبرجاء. حبيت أقول له هالشي لدولة الرئيس. والهدف الثاني كان، وأنا على مشارف أنه نستقبل قداسة البابا بالأراضي المقدسة، جيت كمان حتى نقول له نحن رايحين هالزيارة، هل هي أهدافها مجرد رعوية وروحية وكنسية، مع الانتباه الكبير أنه ما يصير إلى أي استغلال آخر. وثالثاً مثل ما تفضلوا قال دكتور الرئيس، تحدثنا بموضوع الساعة، أنه هذه رغبته الأولى ورغبتنا كلنا أنه يصير انتخاب لرئيس جديد للجمهورية، ما نقع بفراغ. وكان عم بيقول فخامة دكتور الرئيس أنه نحن قاعدين عم نملأ شواغر وشواغر، نخلق كمان مركز شاغر كمان على أساس الدولة ورأس الدولة، ما بيجوز. يعني نوايات طيبة ونيته السليمة واستعداداته لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هيدا بيعطينا كمان ثقة كبيرة وأمل. حبينا نقول هيدا هالثلاث نقاط هاللي من أجل كانت الزيارة، هاللي بالنسبة لإلي عزيز كتير على قلبي، خاصة وكمان اليوم دكتور الرئيس عنده سفر، نتمنى له روحه يرجع بالسلامة، وإن شاء الله هذا الأسبوع يطل علينا فجر جديد للبنان وننطلق لقدام. هو في الحقيقة دستورياً شهور، وهناك إحاطة لهذا الشهور بالمادة 62 التي تولي وكالة تنيط وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء، وبالتالي
أيضا هناك بعد آخر قد يذهب إلى الفراغ إذا ما تم محاولة لتسييس هذا الشعور. نأمل أن لا نصل إلى ذلك، ونأمل أن يتم ملء هذا الشعور كما قلت في غبطة البطريرك أننا نجحنا في ملء 35 مركز شاغر فئة أولى في البلد. فهل نصنع شعور؟ نحن هنا لملء شعور، فنأمل أن لا نحتاج إلى الوصول إلى هذا البعد، أي بعد الفراغ الذي لن يكون مريحاً لا للطائفة المارونية ولا للطوائف اللبنانية كافة ولا للبنان. هناك كما هو معلوم مكونات أساسية في هذا الوطن نحن نشأنا وتربينا عليها. لبنان واحد لا لبنانان، لبنان لا يحلق إلا بجناحيه، فلا نريد لبنان مهيض الجناح أو لبنان لوحده بدون كل مكونات. فإن شاء الله يكون هالأمر أيضا بمساعي غبطته الحثيثة بهالأيام المقبلة فرصة لنتجنب ما لا نريد ولا تحمد عليه. هل استطاعت اقناع كل الاطراف المسيحيه بالنزول الى الجلسه يوم الخميس؟ يعني كان عندك خبرات، هل استطعت اقناعهم؟ انا ما عملت اجتماع معهم لاقناعهم. انا قلت هذا واجب دستوري وواجب وطني، لانه هل الواجب الاساسي مجلس النيابه والدستور بيقولها المادة 73 و74 فور الشغور بده ينتخب مجلس النيابي. وهون المؤسف بالموضوع، وهذا كنا عم نحكي مع دولة الرئيس، انه هذا الشغور ما حصل هيك. لا الرئيس مات ولا الرئيس استقال، ولا في ست سنوات في ماشي ماشي طبيعي، والدولة عم تقوم وعم تنبنى وعم تنمى، والرئيس الحالي كمان كنا عم نحكي مع دولة الرئيس قدي كمان رد لاعتبارها للدولة اللبنانية وللرئاسة. معقولة بعد ست سنين هلأ بتفوقوا إذا بتعملوا شغور أو مش شغور؟ إذا الدستور بيأمركم، مش أنا بدي أقول لهم اقنعهم، ضميرهم الوطن لازم يقنعهم، ضميرهم المهن لازم يقنعهم، لأنه نواب والنائب دوره ينتخب رئيس، وهذا شيء مشرف. نحن منتركها لحكمة النواب ينتخبوا لنا رئيس، نحن بدنا رئيس ورئيس منيح. يعني رئيس